من دول
ليها اكبر امبليتيود. في الفوريير سيلز بروفيشنز المفروض اعملها بايه؟ بتقل. يبقى يستحسن ان انا ابدا بتردد مساوي التردد الكاري اللي انا عايز اوصله عشان اخد اول وقت خلاص؟ الا اذا الاناليسيز الفوريير اناليسيز ده ما بيطلعليش اوميجا سي خالص، بيطلع لي انا ببتدي باثنين. لما يكون ايفن هارموني يبقى ساعتها لازم ابتدي بنص تردد الكاري عشان اوصل تردد الكاري. بس انا برضه خدت اول وقت. عشان انتوا نسيتوا الفوريا. محمد انا اسمع الفوريا. انا بقول انا بس خلينا نتفق. طب انتوا فاهمين كما لو كنت؟ اه. انا قعدت افتح واقفل افتح واقفل على شهر. فبقول ان ده من حيث الناتج النهائي يساوي خدت الاشاره دي ضربتها في 1 0 1 0 1 0. في حاجه دي مش مفهومه؟ طيب خلاص انا ضربتها، انا عارف ان انا ما ضربتهاش، بس انا احدثت نفس التاثير كاين كما لو قلت ايه؟ ضربتها. طيب انا عايز اضربها بقى، ده اول اضربها في ساين ويف تبقى خلصت، لكن انا اضربها في ايه؟ في سكوير ويف. ده انا حتى لو عملت سويتش نقول في ساين ويف هتبقى كما لو كنت ضربتها في سكوير، لان هو هيعمل سويتش نقول لما الساين ويف تعدي ليفل معين، وهيعمل سويتشنج اوف لما تصير لوف تنزل تحت الليفل ده. يبقى الايفكت الفعلي ايه؟ كاني ضربتها في ايه؟ في سكوير ويف. يبقى باقي ايه؟ ان انا بقى احلل السكوير ويف. احلل السكوير ويف دي مش معناها ان انا هروح لمعمل البور واخد عينه من السكوير ويف واحللها. احلل السكوير ويف دي معناها اروح لفورير سيريز اكسبانشن صح؟ وافك الايه؟ افك السكوير ويف. ففكناه بس هي كما لو كنت ضربتها فهضرب الام اف تي في كل في المفكوك ده كله. فيطلع لي ترم 60، انا بقى كنت عمال اناقش معاك حاجه قبل كده صفر طريق. ليه؟ طب انا عايز من الترمز دول ايه؟ اكيد مش عايز ام اف تي لوحدها لان انا كده ما عملتش كومبليشن صح؟ لكن ممكن اخد الاولانيه دي لو كنت انا مظبط السكوب اف تي على بس ارد الكاري اللي انا عايزه. او اخد اللي وراها بس يكون انا اصلا في الاساس السكوب اف تي بدل التردد اللي انا عايز اوصله عشان لما اخد الثلاث اضعاف اوصل التردد اللي انا عايزه. يعني لو ده كان تلت اوميجا سي كانت هتبقى دي الاولانيه كانت هتبقى تلت اوميجا سي والثانيه دي كانت هتبقى ثلاثه في تلت اوميجا سي اللي هي اوميجا سي اللي انا عايزها. تمام؟ بس طبعا المنطق بيقول ان انا هاخد ايه؟ اول واحده لانها ويز ذا بيجست امبليتيود. فمعناها ان انا لازم ابدا من هنا بتردد نفس تردد الايه؟ الكارت. لكن في سكوير ويف لما تيجي تفكها تلاقيها ما بتبتداش بكوساين اوميجا سي، تلاقيها بتبتدي بكوساين 2 اوميجا سي. يبقى ساعتها لازم ساعتها تكون السكوير ويف نفسها ترددها نص تردد الكاري اللي انا هوصله عشان لما اخد 2 اوميجا سي تبقى هي دي تردد الايه؟ الكاري، عشان ما تبقاش عايز تلبس قناه على تردد تسيرتي معين ممكن تلبسها على ضعف الايه؟ التردد تقوم تتداخل مع الحيز التاني ده كان محفوظ لايه؟ لقناه التسلط صح؟ اتفضل. يعني انا بضغط سكوير ويف هنا بقى مش ساين ويف، هنا بجيب سكوير ويف بتردد عالي واجيب ايه بقى؟ سويتش صح؟ طب انا هقول لك حاجه ظريفه قوي، اللي بعد دي على طول اللي بعد الشريحه دي في كذا صوره للسويتشز، لكن انا بقى عايز اجيب عايزك تجيب انا نسيت احط دي يعني كاكتيفيتي بس لو سمحت خلاص انا عايزك تجيب ايه؟ تروح تدور على حاجه اسمها انالوج سويتش وتقرا وتفهم الداتا شيت بتاعه وتشوف ان مش اي سويتش يقدر يشتغل في اي ريت. طبعا هتجيب مش هتجيب مفتاح زي اللي كده لانك مش معقول الكارير هتبقى انك عمال تحط اصبعك وتشيله مليون مره في السنه خلاص؟ لا انت هتجيب الكترونيك سويتش السكوير ويف دي بتخش على الجير بتاع السويتش عشان تفتحه بايه؟ وتقفله فلازم تكون السويتش الريسبونس تايم بتاعه سريع بحيث يستجيب للسويتش يكون اوف ده على حسب اللي انت مستخدمه فمش اي سويتش ينفع نفس القصه لو انا بدل 1 ميجا عايز 100 ميجا هضطر اشيل ال 40 16 ولا 40 16 كده اللي انت لما تدور هتلاقيهم اللي هي ارخص انا للسويتش واضطر اجيب حاجه مور ايه؟ مور ادفانس وده اللي بيخلي سويتش وسويتش
5 جنيه وده هتكتب له 2 جنيه ليه؟ عشان الريسبونس تايم. طب الريسبونس تايم جه من ايه؟ من التكنولوجي بتاعت التصنيع. لما انا قدرت اعلى بالتكنولوجي واصنع ترانزستور الريسبونس تايم بتاعها صغير جدا، فطبعا ده كل ده بتعمل صح؟ فعشان كده الحاجه دي بتبقى تختلف. طيب فدلوقتي ايه؟ نفس فكره السويتشنج كونسبت ده هناخده بثلاث امثله مختلفه. اول مثال حاجه اسمها دايو بريدج موديليتور، وطبعا دايو بريدج ده واضح من اسمه ان هو عشان شبه الايه؟ البريدج ريكتفاير. البريدج ريكتفاير هو راسمها شوف الاول في الرسمه رقم ايه ديت، على ان بريدج عاديه خالص اربعه دايوز وعلى الطرفين الرئيسيين A و B، سيبهم دول مش هنتكلم عليهم لوحدهم، لكن بين الطرفين الكروس برانش ده حاطط ايه؟ حاطط الكاليف. حاطط الايه؟ الكاليف. والبريدج دي هيركبها يا اما سيريز مع الدايره يا اما شنط مع الدايره. ففي الرسمه رقم بي جاي ده نقطه ايه؟ نقطه بي. يعني ايه؟ يعني في الرسمه رقم بي دي عايز تعرف الرسمه كامله، خد الجزء ده كله على بعضه، خد الاي دي حطها هنا، وخد البي دي حطها هنا. يبقى شكل البريدج هيبقى ايه؟ معكوس كده صح؟ طب تعالى نشوف بس الاول هو البريدج هيعمل ايه؟ لو الساين ويف هنفترض ان النقطه الكومن للاوسيليتور ده هي دي. فبالتالي لو الساين ويف بوزيتيف في البوزيتيف هاف سايكل هيبقى سي اعلى من ايه؟ من دي صح؟ كل ده عايز يشتغل. هيبقى جهد سي اعلى من جهد دي. يبقى الـ دول